تبارك الله على ابويا بغيت تهضر بلاتي نعطيك بلاصتك بلاتي بلاتي لايف الو راه الدراري تما هما جايين عندك راه الدراري حداك هو هو انفصل الطوموبيلات انفصل الطوموبيلات هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كنشوفوا احنا فرحانين هنا في مدينة بني ملال لأن فريق الوداد ربح الماتش. الفرقة احنا مغاربة والفريق اللي غادي يفرحنا ولا الفريق اللي غادي يجيب الفرحة للمغرب رحنا معاه. وصراحة هذا الإنجازات هذه اللي تحققوها مثلا الفرق في المغرب واللي تضاف الخزينه ديال الرياضه ولا ديال كره القدم في المغرب هذا انجاز بالنسبه للمغاربه كاملين. وحنا فرحانين بالخصوص مع الفريق ديال الاهلي اللي هو فريق كبير وعنده خزينه عامره بالالقاب. وباش تحقق هذا اللقب هذا قدام الفريق ديال الاهلي راه كيتسمى لقب لقبين على علم انه قصه فريق الرجاء وقصه. وحنا صراحه كنا كنتمناو باش فريق الرجاء البيضاوي يلعب هو وفريق الوداد في النهايه باش نشوفوا له واحد ديال الجماهير ونمروا واحد الرساله اللي هي رساله رياضيه للعالم كامله. ولكن ما كتبش الله خيرها في غيرها ان شاء الله. المهم الوداد هي لعبات وتنتمناو الرجاء هي التوفيق وتنتمناو الفرق المغربيه كامله التوفيق. ومن هذا المنبر كنباركوا الفريق ديال نهضه بركان اللي هو تا هو فريق صراحه فريق في المستوى. وهذا الشيء هذا كيشرفنا وكيشرف المغاربه. وحنا مادام الفرق اي فريق كما بغى يكون مادام تلعب القميص الوطني وتلعب القميص ديال الرياضه الوطنيه حنا غنشجعوه وحنا معاه. وحنا صراحه حنا راه فرحانين بزاف بهذا الانجاز هذا. الوداد والنهضه البركانيه المهم ما يبقاش فينا الحل ماشي مشكل. المهم السوبر مغربي مغربي ماشي مشكل اخو طارق. المهم راه السوبر غادي يبقى في المغرب اللي داتو ما عندناش مشكل. وصراحه الاداء ديال الدفاع كان اداء متميز على وسط الملعب. كانت ملاحظات الدفاع كان زوين وسط الملعب شويه الهجوم صراحه. المهم كانت النسبه ديال 75% 65% بالنسبه للدفاع. وشكرا مرحبا